تطلع المستشفى دلوقتي وتاخد معاك قوات كافية. عايزك تحط المكان كويس بحيث ما تديش فرصة لسليم يخرج منه بأي طريقة. سيادتك هنحاصر المستشفى ليه يا فندم؟ أنا كنت بفكر في إن احنا نخش المكان نجيبه من جوه ونخلص. ما تعملش حاجة من نفسك، دي مستشفى، عارف يعني إيه مستشفى؟ أنت تحاصر المكان وبس، يا إما حمزة يطلع بسليم يا إما تكلمنا وهقول لك تعمل إيه، مفهوم؟ مفهوم سيادتك. شيخ جابر، سليم راح يزور ابوه في المستشفى والبوليس طلع وراه دلوقتي عشان يقبض عليه. تخططوا ليه يا سليم؟ ناويين على ايه؟ وأسئلة تانية كتير هتفضل تسألها لي مع إنك عارف ومتأكد إن أنا مش هجاوبك عليها. بس أديك بتشتري وقت لغاية لما أصحابك يوصلوا. إلا صحيح ومتأخرة أوي كده ليه؟ لو سمحت جوه بعد إذن حضرتك، اتفضلي جوه. جوه. شكرا مصطفى. تمام يا فندم. قفل لي كل المخارج والمداخل بتاعت المستشفى، محدش يدخل او يخرج، مفيش خرم ابره يتساب. يلا. تمام يا فندم. محمد. نعم يا فندم. هات لي مدير المستشفى هنا حالا. حاضر يا فندم. الموضوع خلصان يا سليم، سلم على ابوك. اخر مره هتشوفه فيها محدش عارف. ايه ده؟ يا سيادة التوهو، خليكم مكانكم ما تتحركوش، وانتوا تعالوا معايا اعملوا المخارج والمداخل. يلا. اطلع اطلع بقول لك. مش موجود. دورت عليه في كل الاوض ما لقيتوش. هرب ابن الكلب. هرب ازاي بس؟ انت كان لازم ما تخليهوش يخرج. كان لازم تعمل من كل المخارج يا بهاء. الله عليك يا حمزه باشا، ما هو كان معاك ما عجزتوش ليه؟ ضحك علينا هو والهنم بتاعته؟ خلانا نفتكر ان هو راح يقابلها ويجي هو هنا عشان يقابل ابوه، بس وشرف امي ما انا سايبها. انا هرجع لها تاني واخليها تتكلم. بهاء. قبضت على غادة بهاء؟ قبضت عليها. عندك مشكلة؟ كانت فرصة. لما نبقى عارفين سليم فين وامتى تبقى فرصة. ما كانش ينفع ابدا نسيبها تضيع من ايدينا. تحطوا حراس على اوضه فواز في المستشفى 24 ساعه، ولازم تعرفوا اللي داخل واللي خارج يبقى مين. اما بقى بالنسبه لغاده، يا فندم غاده هي اللي ساعدت سليم. انا من الاول قلت لكم يا فندم غاده ما ساعدتش سليم، غاده ساعدتنا. انا قلت لهم ان انتي ساعدتيني وقلتي لي ان سليم رايح يزور ابوه في المستشفى كده. انتي قدامهم مش غلطانه في اي حاجه. عملت كده ليه؟ يعني مش عارفه ليه. اللي مطلوب مني دلوقتي
إذا تمشيت في الطريق محدش هيمنعك. بيتا. بيتا أنا حاولت أعتذر لك كتير أوي. حاولت أقابلك علشان أشرح لك إن اللي حصل ده كان غصب عني. أنتِ عارفة طبعًا إن أنا مستحيل كنت أقصد إن والله ما في يوم عدى قدرت أنسى ولا حتى سامح نفسي. أنا آسف. إني عارف ومتأكد إنك مش هتسامحي بس أنا آسف. إذا لو قررتي تشتغلي مع سليم تبقي كده هتشتغلي ضدنا. ساعتها مش هقدر أعمل لك أي حاجة. فاهمة طبعا. ينفع أمشي دلوقتي؟ طبعا. يا سيد عملت ايه؟ سبتها تمشي يا فندم. ماشي. ما تبقاش تداري عليا تاني يا حمزه. يا فندم انا عملت كده علشان انا ما يهمنيش انت عملت كده ليه ما دمت في الاخر بتوصل اللي احنا عايزينه. انا ما رضيتش اكلمك قدام بهاء بس اعمل حسابك من هنا ورايح غدا دي هتكون مسؤوليتك انت فاهم؟ اعمل ساعتك يا فندم. المهم انا عايزك تروح للي هو صبري بيته وتعمل اللي هقول لك عليه. قلت لك ما تروحش المستشفى وبرضه ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. وانا قلت لك ان هو لوحده وانا مش هينفع اسيبه. ايه الكلام اللي بقوله لك يا سليم لازم يتنفذ؟ في ايه؟ في ايه يا شيخ جابر؟ انت فاكرني واحد من رجالتك لما هتدي له امر يقول لك سمعنا وطعنا مولانا ولا ايه؟ انا بشتغل معاك مش بشتغل عندك. ده كان اتفقنا من الاول. سليم اتفقنا اننا نساعدك تاخد حقك في نفس الوقت تنفذ اللي يطلب منك. دي قصاد دي. لو اتقبض عليك دلوقتي هنعمل ايه؟ ما تقبضش عليا لان انا كنت مخطط كل حاجه وعارف كويس انا بعمل ايه. وليه يا ابني تخاطر اصلا؟ عشان اللي في المستشفى ده يبقى ابويا. ماشي يا سليم اديك شفت يا ابني واطمنت عليه. ممكن تهدى بقى لغايه ما نخلص اللي ورانا؟ ان شاء الله. مش هناكل لقمه بقى مع بعض؟ اغير هدومي واجي اكل معاكم. ماشي. الله 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 الله. هو انت هنا؟ ده انا كنت لسه هكلمك. اقعد اقعد اقعد. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل يا فندم. انا تحت امرك اي وقت انت عارف. يا اهلا بيك يا اهلا بيك بيتك. طمني الاخبار ايه بقى؟ سليم كلمك ولا لسه؟ لا. بس تقابلنا. قابلته؟ ازاي؟ كان رايح لابوه في المستشفى وانا كنت مستنيه هناك. لكن للاسف هرب. وانت ما كنتش عامل حسابك ليه؟ ينفع كده؟ كان لازم تعمل حسابك. قول لي بقى انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يعني؟ بتفكروا ازاي؟ دي الخطه بتاعتكم ايه؟ الدكتور حسن. دكتور حسن؟ ده الدكتور. مش ده الدكتور بتاع السجن؟ مش ده مات؟ لا ما لحقوه في اخر لحظه يعني هو من ساعتها في مستشفى السجن. بس احنا مش قايلين لحد. دي اوامر اللواء سيف علشان يعني ما حدش تعرض له تاني. يا سلام. انا بيعجبني تفكير اللواء سيف اول قوي. طب انتوا استجوبتوه ولا لسه؟ لا يا فندم. مستنيين ان حالته يعني تسمح علشان استجوبه. ساعتها هنعرف مين اللي ساعد سليم ومين الخاين اللي في الوزاره. طب لما توصلوا لأي حاجة بكلمني ممكن؟ طبعا. غادة هتتأخري تاني النهاردة؟ مش عارفة. يعني هتخرجي من غير ما نكمل كلامنا؟
قولي لي انت عايزاني اعمل ايه وانا هعمله. عايزاني انسى واروح الشغل زي ما طلبتي مني قبل كده؟ حاضر هنسى واروح الشغل. عايزاني اسيب الشغل واقعد جنبك هنا واحط ايدي على خدي، هدخل دلوقتي اغير لبسي واكلمهم في الشركه اقول لهم ان انا مش هروح الشغل تاني. مش عاجبك لبسي تعالي نقلي لي عاجبك وانا هلبسه. قولي لي بس انت عايزه ايه وانا هعمله، بس ارجوك سيبيني في حالي. انا عايزاكي تجاوبيني على سؤال واحد، كنت فين طول الليل امبارح؟ كنت في الشغل، وقلت لك قبل كده احنا داخلين على مشروع مهم واحتمال قوي ان انا اتاخر. اقول لك ايه تاني عشان تصدقيني؟ ماشي هعديها لك بمزاجي، بس لازم تعرفي زي ما بتقسي عليا لازم تفهمي ان انا امك، واللي بقوله لك دوت عشان خايفه عليكي مش على حد تاني. انا بس مش عايزاكي تقلقي عليا، صدقيني يا ماما انا خلاص اللي انا فيه تعودت عليه. خوفك وقلقك عليا ده بيزود حملي مش بيريحني. يا غاده انا ماليش غيرك في الدنيا، عشان خاطري يا غادة اوعديني لا تشوفي سليم ولا تتكلمي معاه، اوعديني عشان اطمن. حاضر يا ماما وعدك. ممكن اروح الشغل دلوقتي؟ تأخري. باي باي يا ماما. طيب يا حمزة ماشي اوكي يلا سلام سلام. ها يا فندم ايه الاخبار؟ حمزة وصل المعلومة لصبري كده، لو جابر وسليم عرفوا ان دكتور السجن لسه عايش هيبقى شكنا في محله، وهيبقى صبري فعلا هو اللي شغال معاهم. ولو ده حقيقي هنعمل ايه؟ هنقبض عليه. مش كفاية اللي حصل لي من وراك؟ ممكن تهدي بس وتسمعيني؟ أنا لا عايز أهدى ولا عايز أسمع منك كلمة تانية. وعشان تبقى فاهم أنا المرة اللي فاتت ساعدتك عشان باباك ملوش أي ذنب في كل اللي بيحصل، مش عشان خاطرك. أنا لما كلمتك ما كانش قصدي أعمل لك مشاكل، كل اللي أنا كنت عايزه إنك تساعديني في موضوع أبويا. بقولك أنا مش عايز أساعدك تاني، افهم بقى أرجوك. أنا مش عايز أساعدك تاني ومش عايز أدخل نفسي في مشاكل من وراك. وأرجوك أرجوك ياسين ما تكلمنيش تاني. الو غدا انا هسيبك على هناك، محتاجك قوي جنبي النهارده. اوكي ايوه مين؟ ايوه انا مدام هدى، ده عنواني. ايه؟ ايش احصل لها ايه؟ الو اه يا ماما ايه بتقولي ايه؟ يعني ايه شقتك غرقت؟ طب اسمعيني بس انت هناك دلوقتي؟ لا 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 خليكي خليكي انا هجيلك على طول. يلا 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 باي باي باي. انت متاكد يا سليم ان الاسم حسن ده ما ماتش؟ طب خلاص 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 ما تشغلش بالك انا هتصرف. صالح ايوه شجابر شوف لي حد من رجالتنا يقدر يدخل مستشفى السجن.
بقالي كتير قوي ما شفتكيش. ازيك يا حماتي؟ مش ضروري تكلميها. لا انا هي مش جايه. انا مش هكلمها. حطي التليفون على الترابيزه. حطي التليفون على الترابيزه. جايه بقى او مش جايه دي حاجه هنعرفها كمان شويه. ادينا قاعدين مستنيين. يا ابني انت عايز منها ايه بس؟ ما تسيبها في حالها. انت ما كنتش كده. ايه اللي حصل؟ هطلب منك طلب. عارف انه هيبقى صعب عليكي قوي. اقعدي ساكته. ايه اللي عمل فيك كده؟ طلبت منك تسكتي. وانا لازم افهم. يعني انت لحقتي تنسي؟ لا انا ما نسيتش، بس غاده ملهاش ذنب في كل اللي حصل. كفايه اللي هي شافته. عشان خاطر يا سليم اعمل فيا انا كل اللي انت عايزه. لكن غاده مراتي وهتفضل مراتي طول ما انا عايش. كانت مراتك قبل ما تسيبها وتروح تمشي مع اللي انت مشيت معاها وضيعت منها ابنها. حرام عليك يا اخي، ارحمها. هو انت ايه، مش بني ادم؟ واضح ان انا غلطت لما طلبت منك بالذوق انك تسكتي. مع اني عارف اقدر اسكتك ازاي كويس اوي. امسك يا عم قهوتك عشان تظبط دماغك بدل الهم اللي احنا عايشين فيه ده. كده كتير قوي يا بهاء، يعني اكل الصبح وقهوه دلوقتي. اشرب بس اشرب. ياما ده اللي وسيف. اي فندم. لا فورا اكون عند سعادتك يا فندم. خير، حصل حاجه؟ حضرتك متاكد يا فندم؟ اللي تامرني بيه سعادتك انا هنفذه فورا يا فندم. في ايه؟ جه تليفون للواء سيف من سجن العرب ان واحد من تنظيم نور الهدى اللي اتقبض عليه قبل كده اتخانق مع مسجون تاني وطلب نقله مستشفى السجن. كده يبقى الكلام فعلا وصل. وصل. ولواء صبري هو اللي وصله. انت بتعمل هنا ايه؟ ماما فين؟ ماما! يا ماما! ايوه يا غادة، خلي بالك. ادخلي جوه. ايه ده؟ ادخلي جوه. حاضر. ايه اللي بيحصل ده؟ بكلمك ما ترديش عليا. عشان مش عايزه ارد عليك، والموبايل اللي انت اديتهولي رميته. انت ازاي تسمح لنفسك انك تجينا؟ واللي انت عامله مع ماما ده؟ عشان امك بتحاول طول الوقت انها تبعدك عني. وعشان لو واقفه معانا دلوقتي مش هعرف اتكلم معاكي في اللي انا جاي اتكلم معاكي فيه. انا مش عايزه اتكلم معاك اصلا. ابعد عني ارجوك يا سليم، كفايه قوي اللي حصل لي من وراك. ابويا تعبان يا غاده، وانا جاي لك النهارده عشانه مش عشاني. انا رحت زرته في المستشفى والدواء خلاص ما بقاش بيجيب نتيجه تقريبا، ويدوروا على دواء جديد. بس انا مش هقدر اعمل اي حاجه. انت شفت ازاي المره اللي فاتت انا اتخذت في سين وجيم بسببك؟ معلش، بس انا كل اللي بطلبه منك انك توصلي الفلوس دي للمستشفى باسمه عشان خاطري. مش هينفع. ما ينفعش ان انا اعمل كده. مفيش حد غيرك يقدر يعمل كده. بصيلي، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وهفضل احبك مهما حصل. ما تقربش من ماما تاني مهما حصل، فاهم؟ فاهم. بس انا ما قدرتش اشوفك في بيتنا
فاضطريت اعمل اللي عملته. مفيش حاجه اسمها اضطريت. ايا كان السبب ما تقربش من ماما تاني. حاضر. الو. يعني ايه؟ طيب انا هتصرف. غدا، ابويا ملوش في الدنيا غيري وانا ماليش في الدنيا غيرك. لازم امشي. مشي يا غدا. امشي. في مشكلة بخصوص مشروع المتحف.